والمحمدية ديتيو الأمين العام ديالكم واحد الأخ ديالنا تمايا موظف، غنقولوا بسيط بسيط ما فيها والو، موظف بسيط تهزم الزعيم ديالكم أو هذاك اللي كنتيو كتقدموا لنا زعيم، ودابا حيدتيو الماسك الأول، حيدتيو الماسك الأول، حيدتيو الماسك الثاني، وحيدتيو الماسك الثالث، وجبتيو لنا هاد بوعو ديالكم دابا. هاد بوعو اللي كنتيو مخبيينو بحال مخبيين شي بلا، كنتيو مخبيينو بحال مخبيين شي بلا، دابا قلتي واش كاين ما كاين، قضية حماضة ما ينفعنا غير هو، وراه هو اللي غيخرج عليكم إن شاء الله. خليونا هذاك راه كيفتخر، قال لك كان كيصلي للناس بلا وضوء، داك ظهر الشيء اللي باغي يدير في المغاربه كذا. واش عرفتي علاش انت كتقول؟ قالوا لك حنا ما غنكذبوكش اسيدي، ما ندخلش فيك، الله اعلم ما كناش معاك. واش عرفتي علاش قالوا لك ما تقدمش بزاف؟ لانك ما فيكش النفع، ما قادش تجي تواجه الشعب المغربي وهو في فورته ديال 20 فبراير، ما قادش تجي للبرلمان وتشرح وتوضح للناس المره الاولى والثانيه والثالثه كل شهر، ما قادش، لانك عاد قطر بك السقف البارح وجيتي وداروا لك الضباج، وملي دخلتي للساحة درتي بحال ديك النفخة اللي كدير دغيا، ظهرتي على حقيقتك، غير خرج الشعب وانت تهرب ومشيتي لفرنسا، ما في يدكش السي إلياس، سير تكلمش الله يهديك، ما في يدكش. وكان تحداك حنا قلنا ملي جيتي راه نشوف هاد السيد هذا اللي يكون دار عقلو شي شوية، قلنا زعما بلاتي نشوفو، وإذا به أول ما جيتي، أولا جيتي ووريتينا شنو باغي دير، تقدمتي بوحدك في الحزب ديالك، ما طلعتي للترشيح حتى صفيتي الخصوم ديالك والمنافسين ديالك كاملين، بمعنى أنك تبشر الشعب المغربي بالديكتاتورية، وراه ما غنخليوكش. هذا يسحب لك هضر على المغرب، هذا الا قدرتي تخوف شي وحدين واش غتخوف هذا الشعب كامل؟ وباقي في هذا الشعب الناس اللي قادين يواجهوك ويتواجهوا معاك، وما خايفينش من المكر ديالك، وما خايفينش من الاساليب ديالك، فين ما وصل وانا واحد منهم كنقولها لك ونعاودها لك اول عليك.